اليوم كان عندنا واحد كان واحد يعني اليوم كتكون لجنة السير والجولان في الولاية من أجل بعض السائقين اللي هما مخالفين للقوانين، كيكون خطط السحب خطط عقوبات الجزرية وهذه. وأنا حضرت كشاهد لأن كنت حاضر الواقعة هذاك الشفور ودخلت وكانوا كانت يعني اللجنة كلها كشاهد، لست كممثل القطاع ولكن كشاهد أعطيت الشهادة ديالي بأن هذاك السيد مخالف للقوانين العرفية ديال المحطات. فاش دخل ذاك السائق قال لي ودي راه المنظم اللي حنا كنسموه الكرسي حتى هو راه عنده بعض السلوكات اللي هي، وتدخل النائب ديال رئيس المكتب الاقتصادي قال لي شكون هو هذا الكرسي الطريقه ديالنا؟ قلت له ودي هو اللي كينظم لنا الرحلات والتناوب يعني كيوجه الزبائن، كاين شي ضائعات، كاين شي حاجه، ويقول لي يا سيدي ما عندكمش الحق انكم ديروا هذا المنظمين، وهو في القانون ديال سيارات الاجره ما كاينش كورتي صحيح، ولكن هذا القطاع هذا راه قطاع غير مهيكل. المشكل من منهم هما من الوزاره الوصيه اللي هي وزاره الداخليه اللي هما كينتميو ليها، يعني خاص يكون تقنين من عندهم ماشي من عندنا. وهذا المنظم شكون هو؟ هذا سائق اللي ما بقاش يخدم في الطاكسي وكنديروا ليه واحد يعني مكان اللي يسترزق في هذيك الحاله الصحيه ديالته اللي تدهورات، ما قدرش مازال يوقف ولا ما قدرش يشوف مزيان. يعني هذا مساعده من السائقين على هذاك السائق اللي ما بقاش قد يخدم انه يلقى واحد الدخل للعائله ديالته، لان الوزاره الوصيه ما مسوقاش حتى ذاك اللي صحيح بقى قال لي. كيفاش تيتخلص هذا المنظم؟ هذا المنظم وقت ما خرج الطاكسي تنديروا ليه واحد درهم رمزي ولا جوج دراهم، وكاينين الشوفر اللي كيتساعدوا معاه باش ما يتسماش كيطلب صدقه كيعرق عليها وكيديها. وهذا راه ماشي غير في اكادير، هادشي راه معمول به اكثر من 50 سنه في جميع المحطات، كيتسمى منظم يعني كينظم، وبلي كتكون شي مشكل حتى هو كيوصلنا ميساج بان راه السائق فلان فلاني ولا وقعت شي حادثه. انت راه المنظم اي تاكسي دخلت الا هو اللي كيقيدها اش من اتجاه غاديه والتناوب. انا عرفتي عندنا بعض الاتفاقيات العرفيه مع ديبارات خارجيه المنظم اللي كيساعدنا الى شرجه اكادير كيشرجي الديبار الثاني. حتى بالنسبه للمشكل بعض الامانات ولا بعض الحوايج اللي كيتنساو في الطاكسي راه المنظم اللي كيساعدنا يعطينا رقم المعدونيه اللي دات ولا اللي خلات ولا اللي نسى ولا هذا راه منظم، راه اسم على مسمى منظم، ماشي شي واحد اللي كيدير شي حاجه من عنده. وحنا كهيئات اش كنديروا لهم؟ كنديروا لهم الانخراط ديالنا، وفي هذاك الانخراط كيتكتب ليه بانه منظم، اي كدير الاسم والهويه والتصويره ديالته وكدير فيها منظم لمساعده الوزاره الوصيه اللي كانت هي اللي كانت خاصها تكلف بهذا الشيء. يعني هذا تدبير ديال المحطات، تدبير ديال المحطات، وحنا اصلا خدامين على تدبير المحطات سنين هذه. واش الداخليه دابا تتجه الى ازاحه هذا الدور ديال المنظم؟ انا على اسم هذا السيد قال لك ما خاصش المنظم يكون في المحطات. تكون فوضى. يعني هذه تكون الفوضى. حنا بالمنظم وكاينه بعض الخروقات، اما لحيدنا المنظم راه صافي. احنا هاد الشتي دابا هادي راه ماشي وقفه، هذا انذار للسلطات المحليه ان هاد السائق راه ماشي غير اللي جاي يدير فيه اللي بغى. نزل عليا القانون، نزل عليك القانون. كاينين القرارات الجديده اللي هي حتى هي خاصها تتخذ بالاعتبار، ما قعدوناش باش نعرفوا حتى حنا ما لنا وما علينا. كاينه اللجنه الاقليميه اللي ما عمر حضر فيها الممثل ديال سياره الاسره، علاش؟ ما عرفناش. كاين بعض المسائل اللي اعتذر على الصف الثاني كيدخل الباب كيتحل لهم، السنف الاول حتى الباب ما كاينش عنده. هذا راه كتبقى وقت الاستفهام وبينا نعرفوا علاش.